ما إن تهدأ المواجهات في الجوف حتى تشتعل مجدداً. المواجهات في هذه الأثناء على أشدها في ثلاث جبهات رئيسية إلى الغرب من المحافظة. أحدث المعلومات الواردة من هناك تفيد بتجدد المواجهات العنيفة في جبهتي حام ومزوية بمديرية المتون، وفي جبهة السلال بمديرية المصلوب إلى الغرب من محافظة الجوف، على خلفية المحاولات المستميتة من جانب الإنقلابيين لاستعادة المواقع التي فقدوها. الآن في جبل حام التي حاولت الميليشيات أكثر من مرة الهجوم على هذا الجبل، وتم التصدي لهم في خلال الأسبوع هذا 2 هجمات، وإفشالهم مرة تلو مرة. اندلعت هذه المواجهات فجر الأربعاء ولا تزال مستمرة حتى الآن، وأعنف هذه المواجهات دارت في محيط معسكر السلال بالمصلوب، حيث أفشل الجيش الوطني تقدما للميليشيا، ما تسبب في خسارة فادحة في الأرواح والمعدات التي خلفتها الميليشيا في محيط هذا المعسكر التدريبي الهام الذي حرره الجيش الوطني في أكتوبر الماضي. فيما أسفرت المواجهات التي شهدتها جبهة مزوية عن سقوط العديد من القتلى من عناصر الميليشيا، وهناك ضحايا أيضاً سقطوا في المواجهات من جانب الجيش، بينهم أحد قادة الكتائب. في حام يأمل هؤلاء المقاتلون في صدور الأوامر لاقتحام معسكر حام، حيث تتوفر كافة الاستعدادات لتحقيق هذا الهدف. تبقى محافظة الجوف إحدى الساحات التي ينعقد عليها رهان النصر في المواجهة مع أكثر الجماعات المسلحة عداء لدولة المواطنة والشراكة وللأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.